الحرفه هي حرفه موسميه اصلا، هذه الحرفه هذه اللي كيبيعوا فيها الطعارج، وهذه في عاشوره دائما معروفه، هذه في من زمان في المغرب وفي غير المغرب. المهم احنا عندنا طقوس ديال عاشوره في المغرب، هي هذه تكون طعارج والنيدرات والوليدات كيلعبوا بهم، الاطفال الصغار كلشي كيلعبوا بهم، العيالات كيلعبوا بالطعارج نهار عاشوره. هذه ضروري يعني ملي كتقول عاشوره ضروري كتفكر هذه زانستريمون، هذه اللي كيتصاوبوا هنا في المغرب هذه المناسبه، وكيتصاوبوا اصلا في دوك الطعارج هذو كلهم كيتصاوبوا هنا حدا السبت عندنا هنا ماشي بعيد. فاش كيتصايبوا كيتصايب هذا الطين، الطين ديال البلاد ديال اسفي، ونورمالمون هما كيتصاوبوا عندنا هنا. دابا حنا ولات عندنا هاد الصناعه ديال هاد الطعرج ولات عندنا هنا في الجديده، يعني في دوكاله كاين في السبت عندنا هنا، كاينين واحد المنطقه كيقول لها الطيانه هما اللي كيصاوبوا هاد الطعرج، كيزوقوهم بهذا الشكل. فيهم كاينين اللي عاديين وكاينين مزوقين، و شحال كتشريهم؟ شحال الثمن؟ ثمن رمزي اصلا، ماشي شي ثمن يعني ثمن باش تقول شي ثمن شي ربح، هو ثمن رمزي. يعني كتجيب طعرجه كتبيعها بخمسه دراهم ولا بربعه دراهم، يعني شحال تصور فيها؟ درهم، درهم ونص ممكن شي بحال هكا ابار. هذا ماشي هو المهم ديال الثمن ديالهم، الثمن دائما كيكون ثمن رمزي، يعني طارجه ما كتفوتش 10 دراهم ديال المخيره ولا شي حاجه بحال هكا، 5 دراهم 8 دراهم شي حاجه بحال. اقبال اقبال من اقبال كاين، كاين اقبال جيد في عاشوره، كلشي العيالات وكلشي الناس اللي مطبعين بهذا الطبع والعائلات، لان هذه ثقافه مغربيه اصلا، ثقافه ديال الشعب المغربي. عاشوره كيلعبوا بالطارج وكيلعبوا بالبنادر، وكندري الوليدات تما يشريوا القشاوشات وهذه، ولكن الطارجه كتبقى عندها مكانتها الخاصه في عاشوره. ضروري الطارجه خاصها تدخل لاي دار في المغرب. يعني الاجواء اللي دايرين يعني كتحتفلوا مع بعضياتكم؟ كتحتفلوا في بين ستي؟ حنا لا، حنا كنحتفلوا لان كنضربوا يشوفونا الناس وكيجيو يشريوا، هذا هو اللي كنديروا. حنا كنفوجتوا شويه على نفوسنا، ماشي بيبليسيتي لينا حنا، ولكن بيبليسيتي لهذ السلعه باش نبيعوها، هذا هو اللي كاين. المغاربه المغاربه كنقول لهم عواشر بارك مسعود عليهم وعلى كافه المسلمين اجمعين وعلى صاحب الجلاله والاسره الملكيه كامله وعلى وليداتنا وعلى وليدات الشعب المغربي كامل. وكنحبون ان تكون دائما ايامنا كلها افراح وكلها عواشر وكلها ضحك وكلها نشاط وكلها، حنا راه شعب زوين وشعب طيب وشعب الثقافه عندنا حنا في 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 الاصول ديال هاد الشعب المغربي الطيب. الشعب اللي ما كاينش بحال شي شعب اخر، باش نكونوا واضحين، ما كاينش شي شعب اخر طيب وظريف وزوين وعزيز عليه الحفلات وعزيز عليه الاحتفال بحال المغاربه، وناس ديال الكرم وناس ديال الاحتفال وناس ديال هذا. وكنقولوا لهم كل عام وانتم بخير، انتم وكاف وليداتكم وكافه المسلمين اجمعين في هاد عاشوره ان شاء الله. Thank you.